الدرايف هذه ما فيه الا اقول ما في عندكم شيء يوكل، احس اني جوعان. في مرقوق الوالد حافظته في الثلاجه، تبينه سخنه؟ الله الله، جميل جميل جميل، حطي لي اياها الان وقت المرقوق، حطي لي اياها وسخنيه بالمايكرويف اسرع. بس يقولون ان المايكرويف يجيب المرض الخطير. لا والله؟ اي ما حد قال لي مرض خطير. تصور. اقول يلا يلا يلا، بس الدنيا كلها قايمه على المايكرويف، مطارات وطيارات واوتيلات، وانت قاعده تقولي يلا يلا ما ورانا الا العواف، يلا بسرعه لا تاخرين علي. حطيه ها صار يحطون ساندويتش والبرقوق. والله هذا الموجود. وين المرقوق؟ المرقوق الظاهر انه ماكول. ومن اللي اكله؟ ما ادري، بس يمكن تكون كمان الخدامه كابته. وليش تكب الخدامه؟ ليش تكب الخدامه؟ وبعدين انت تعرفين انه اذا جاء اكل لازم يكون عندي انا كاس لبن. وين الكاس اللبن؟ اللبن مشروب. مشروب؟ الخدامه شاربته اعتقد. ما ادري، بس انت تدري انه حنا وعيالنا الحمد لله كلنا نحب اللبن. اسمعي، من الان وطالع اي شيء يدخل في الثلاجه ما ينكب ولا يتحرك الا باذنك، فاهمه ولا لا؟ زين فاهم. شيليه. بارك الله فيك يا رب الخدامات.